Saygı duracak hediyese herkese bunu vermiyor. Ana. مساء يوم الأربعاء حفل غنائي ضخم بمدينة إسطنبول في تركيا، وحمل الحفل لافتة كامل العدد. محمد رمضان سافر تركيا منذ أيام لإحياء حفل غنائي وسط حضور حاشد كبير من جمهوره التركي والجالية العربية. حرص عدد من الجمهور التركي على التقاط الصور التذكارية مع الفنان محمد رمضان، كما ظهر وهو يرقص مع الشيف براك والجمهور على نغمات أغانيه. ورفع محمد رمضان علم مصر على خشبة المسرح وسط تفاعل الجمهور، وهتف عدد من الحضور باسم مصر.